السلام عليكم ورحمة الله. هنشوف مثال جديد لحساب الـ R equivalent. طبعا كل مثال بنحاول نشوف فيه أشكال دوائر مختلفة عشان نمرن نفسنا على حساب المقاومة المكافئة. هنشوف الدائرة دي كده، هنا حاطط لي مقاومة 40 أوم، وهنا مقاومة 30، وعندنا مقاومة 20، وعندنا مقاومة 10 أوم، وهنا مصدر وليكن 10 فولت. أنا طبعا المصدر مش هتفرق معايا قيمته في حاجة، لأن عايز بس الإيه الأر إكويفالنت، مش عايز أحسب تيارات ولا حاجة. وهنا تقريبا كان عندنا نفس القيم، يعني عندنا مقاومة 20، وعندنا هنا مقاومة 40، وعندنا مقاومة 30. طيب من الشكل اللي قدامنا ده هنحس ان الشكل ملعب كده، وممكن الناس تعتقد ان المسألة دي محتاجة ان انت تعمل فيها دلتا وستار وهكذا، بس المسألة ابسط من كده، مش محتاجة ولا ستار ولا دلتا ولا اي تحويلات من دي. ليه مش محتاجين الكلام ده؟ لان في حالة لما يكون المسألة بتاعتي فيها دلتا، المفروض يكون الثلاث نقط اللي موجودة عندك يكون واصل بيهم عناصر، يعني تمام، او بمعنى تاني الثلاث مقاومات الموجودين عندك مش متوصلين مع بعض ولا توازي ولا توالي، فانت في الوقت ده هتبقى محتاج بقى تحول الدلتا للستار والقصص دي. لكن في الحالة بتاعتنا الموضوع سهل، تمام. طيب الموضوع سهل، اللي بعمل ايه التريك اللي انا بعملها؟ ان انا في الاول لما باجي احل مسألة واحسب الار ايكويفالنت، ببص لايه؟ لاطراف الدايرة، يعني ابص للجوانب اللي ايه ناحية بره كده، ما ابصش للدايرة من النص. اول ما هبص كده المقاومة الـ40 والمقاومة الـ30 موجودين عندي، دول متوصلين توالي ولا توازي ولا منهمش علاقة ببعط؟ الاحظ طبعا هم متوصلين توالي، يعني التيار اللي ماشي هنا هو نفس اللي ماشي هنا. هل في حاجة مختلفة؟ لا، هو نفس التيار، تمام. امتى ما كانش يبقى نفس التيار؟ لو كان الطرف ده بقى طالع وصل بأي حاجة تانية، كده ما كانش هيبقى تيار واحد يعني، تمام. لكن في الحالة اللي موجودة قدامنا هو نفس التيار، يبقى اذا المقاومة الـ40 والـ30 دي واصلين مع بعض توالي، ونفس القصة هنا هلاقي المقاومة الـ40 والـ30 واصلين مع بعض توالي، يبقى اذا نقدر نجمعهم. وبعد ما نجمعهم نبدأ نشوف هنحل المسألة بتاعتنا ازاي. طيب يبقى اول خطوة انا هعملها اللي انا اجمع المقاومه الـ40 والـ30 اللي هنا والـ40 والـ30 اللي موجوده الجنب التاني. يبقى انا هنا انا عندي مقاومه واحده، طبعا 40 و30 هتطلع مقاومه ب70، حطها بقى فوق حطها تحت براحتك. انا برضو هحافظ على شكل المقاومه الـ20 أوم زي ما هي، مع ان طبعا ممكن اعدلها دون اي مشاكل. وعندنا مصدر الجهد بتاعنا الـ10 فولت، والجنب التاني برضو نفس القصه، عندي المقاومه الـ70، تمام، ومعانا المقاومة الـ20 أوم، تمام. طيب بالنسبة للشكل اللي موجود قدامي ده، هل في مشكلة اللي انا اعدل المقاومة الـ20، اسف، المقاومة الـ20 أوم اللي هنا والمقاومة الـ20 أوم اللي هنا دي، هل في مشكلة اللي انا اعدل المقاومة واوصل الحاجات دي على التوازي مع بعض؟ مفيش اي مشكلة. يعني انا بالنسبة لي المقاومة الـ70 والـ20 دول واصلين مع بعض توالي ولا توازي ولا منهمش علاقة ببعض؟ واصلين مع بعض توازي. طب عرفت منين؟ هم مشتركين في نقطة واحدة. هي المقاومة طبعا ليها طرفين، ادي طرف وادي طرف، الطرف دوت والطرف دوت بتوع المقاومة الـ20 هم نفس الطرفين بتوع المقاومة الـ70، ما هي دي بالنسبة لي طبعا كلها نود واحدة او نقطة واحدة، يعني الجزء ده بالنسبة لي كل ده هي نقطة واحدة، مفيش اي عناصر هنا، ودي بالنسبة لي نقطة واحدة، تمام. فاذا المقاومة الـ70 والـ20 دول واصلين مع بعض توازي، وهنا نفس الفكرة برضو، هي نفس النود دي ونفس النود دي، هلاقي المقاومة الـ70 والـ20 الاتنين واصلين مع بعض برضو توازي. يبقى اذا انا ممكن اوصل المقاومات دي مع بعض على التوازي واخلي شكلها معدول قدامي كده عشان تسهل عليا الحل. يعني انا هرسمها بس كده، كتبت له كده 70 وكتبت له كده 20. هل انا غيرت اي حاجه في الدايره؟ ما غيرتش اي حاجه في الدايره، انا رسمتها بس بشكل معدول عشان يبان قدامي ازاي احل المساله او تسهل عليا الحل، تمام، وافهم الدايره بشكل احسن. وهنا نفس الفكره، عندي مقاومه 20 اوم وعندنا مقاومة 70 أوم، تمام. كده انا عدلت الدايرة بتاعتي بشكل كويس جدا، تمام. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله بعد كده؟ اللي انا عايز بقى ابدأ اجمع الايه، اجمع المقاومات اللي موجودة عندي. انا بالنسبة لي الـ70 والـ20 واصلين مع بعض على التوازي، وهنا نفس القصة الـ70 والـ20 واصلين مع بعض على التوازي. طيب انا كنت ممكن اجيب الايكوفالنت بتاع الاثنين دول مع بعض واقول 70 توازي مع 20 وهنا 70 توازي مع 20، طبعا هتطلع قيمه كسريه بقى، تضرب 70 في 20 على مجموعهم اللي هو 90 وهكذا. طب لو انا كنت عايز احسبها بشكل احسن، انا بالنسبه لي مش الاثنين دول برضو توازي مع الاثنين دول؟ اه، كل الفروع دي كلها توازي مع بعضها، لان دي في النهايه انا عندي هنا نود واحده اهي، وعندنا هنا نود واحده،
تمام. فاذا ال70 وال20 وال70 وال20 كل دول توازي مع بعض، توازي كمان مع الفرع اللي موجود فيه المقاومه مع مصدر الجهد اللي عندنا في النص، تمام. يعني انا كنت ممكن احط كل المقاومات دي في طرف واحد، اه ممكن احطها كلها في طرف واحد، يعني انا ممكن تمام اجمع المقاومات دي في طرف واحد. يعني هعملها ازاي؟ او بمنتهى البساطه هاجي كده هقول له عندك مقاومه 10 اوم ومعها مصدر الجهد بتاعك اللي هو 10 فولت، وبعد كده هجمع المقاومات جنب بعضها كلها، مش هتفرق بقى ترتيبهم، يعني ادي ال70 وادي المقاومه التانيه ال70 وادي المقاومه ال20 وادي المقاومه ال20، منتهى البساطه خالص، تمام الكلام ده. يبقى اذا انا جمعتهم في طرف واحد، جبت انا الجزء اللي كان فيه مصدر الجهد ده وديته على الشمال، ورحت جايب الطرفين دول على اليمين، ما غيرناش طبعا اي حاجه في الدايره، ونفس النودز اللي موجوده عندنا ونفس الاماكن اللي عندنا. طيب انا استفدت ايه لما عملت كده؟ انا عارف الايكوفلنت بتاع الاتنين دول على التوازي بكام، بنص واحده منهم، يعني انا عارف 70 توازي مع ال70 ده هيديني 35 اوم، وعارف ال20 توازي مع ال20 ده هيديني نص واحده منهم اللي هي تديني 10 اوم، تمام الكلام ده. طبعا الفكره بتاعت اللي انا اجيب نص واحده منهم او اللي انا اجيب حاصل ضربهم على مجموعهم برضو عشان يبقى القصه دي واضحه بالنسبه لنا، ده ما يكون عندي مقاومتين. طبعا الاخطاء الشائعه اللي الناس بتعملها اللي هو يكون عنده 3 مقاومات ويروح مطبق عليها نفس الفكره، يكتب له ار 1 في ار 2 في ار 3 على ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3، طبعا ده خطا قاتل يعني، تمام. امال في حاله 3 مقاومات بعمل ايه؟ برجع للعلاقه الاصليه بتاعتي بقى اللي انا عارفها، اللي انا عارف اللي عندي 1 على الار ايكوفالنت بتساوي 1 على الار 1 زائد 1 على الار 2 زائد 1 على الار 3. في حاله المقاومتين دي بنسميها سبيشال كيس، يعني اللي انت بتبقى العلاقه بتاعتك عباره عن حصل ضربهم على مجموعهم، ولو عندك المقاومتين دول متساويين برضه هيبقى عندك سبيشال كيس اللي هو هيبقى الايكوفالنت بتاعهم هو نص واحده منهم، تمام الكلام ده. فاذا دي حاله خاصه ما تنطبقش على كل الحالات يعني. طيب هنا انا طبعا كنت ممكن اخد الاربعه على التوازي واقعد احسب بقى 1 على ار ايكوفالنت بيساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3 زائد 1 على ار 4 واحسبها وفي النهايه اجيب الايه؟ المقلوب. بس انا كده حليتها بشكل اسهل، قلت له ال70 وال70 2 توازي هيبقى الايكوفالنت 35، و20 و20 ايكوفالنت هيبقى ب10. يبقى اذا كده بالنسبه لي الدايره بقت عباره عن مقاومه 10 اوم توازي مع مقاومه 35 اوم. معلش اهو، مع مقاومة 35 اوم، وهنا كان موجود عندنا المقاومة 10 اوم مع مصدر الجهد، تمام. طيب الاتنين دول مع بعض متوصلين توازي، يعني بالنسبة لي كده الدايرة هتبقى عبارة عن مقاومة عبارة عن 35 توازي مع 10، وموجود عندنا اللي هي المقاومة اللي فاضلة عندنا اللي هي 10 اوم ومصدر الجهد، تمام. طبعا مش هتفرق بقى حطيتها في الجنب حطيتها فوق براحتنا مفيش اي مشاكل. ويبقى كده بالنسبه لي الار ايكوفالنت هي عباره عن المقاومه 10 اوم زائد 35 او المقاومه 35 توازي مع المقاومه 10 اوم، اللي هيطلع الكلام ده بكام؟ هيطلع ب 10 زائد 35 في 10 على 35 زائد 10، تمام. طبعا نقدر نحسبها على الاله الحاسبه ونطلع الناتج بتاعنا بمنتهى البساطه. هنكتفي بكده في الفيديو ده إن شاء الله، ونشوفكم في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.